اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان، ومكملين مع حضراتكم النهارده وحلقه خاصه عن الطفل بمناسبه اليوم العالمي للطفوله. ومعانا دلوقتي تجربه مميزه جدا في كفر الشيخ، مشروع اسمه سواء، انشا فصول ذكيه علشان يساعد الاطفال غير القادرين على انهم يتعلموا القرايه والكتابه ويقدروا يتعاملوا مع التعليم التفاعلي من خلال سمارت بورد. ودي يعني هذه الجهود اللي بتقوم بشكل تطوعي بتقوم بيها شابة اسمها نسمة حسن. خلينا نشوف ده من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم. في مشروع سواء احنا بدايتنا كانت في 2011، بقالنا 8 سنين شغالين. النهارده احنا معانا 123 طالب من اصل 5 طلاب بس. المراحل بتاعتنا متقسمه، عندنا من اول كي جي 1 لحد المرحله الاعداديه اللي هي تانيه اعدادي. ان شاء الله في المرحله الجايه ناويين نكمل لحد ثانوي. كان من اهم الاسباب ان احنا نبدا الفكره ان احنا ندي فرصه للطلبه الفقراء في الاماكن الفقيره والنائيه، ان احنا نمنع المشكله اللي بتسبب تسربهم من التعليم، كثافه الفصول العاليه، عدم وعي الأب والأم بأهمية التعليم. عندنا كمان في بنستخدم هنا السمارت كلاسز، عندنا المزودة بإيه بقى؟ عندنا جنز عليها على الألعاب بيتعاملوا معاها، إن هي يعني مثلا لو عندنا أسئلة بما تفسر أكمل أي حاجة من الحاجات دي، بدل ما نديها لهم في ورقه وقلم والجو الممل ده، بدانا نستخدمها ان هي بنجيبها لهم على السمارت بورد وهم يكملوا او هم يجاوبوا بكذا طريقه، في اختياري في صح وغلط وكذا جيم بقى بتتعامل مع الاطفال على حسب السن بتاعهم. فبنحاول نخلي العمليه التعليميه فور فن او للتسليه. بدانا كمان ننمي مواهبهم ومهاراتهم، ان احنا بدانا نشترك في مسابقه فيرست ليجو ليج، ودي مسابقه خاصه بالبرمجه والروبوت. بعد كده عندنا من بدايه الصف الثاني لحد سنه سته بنتعامل مع السمارت بورد. في عندنا السمارت كلاسز هنا، يعني الشرح اكتر عليه بتبقى على السمارت، لان استغنينا عن الكتاب والورقه برضو والقلم، بس معدول عشان كبار شويه، فبنتعامل معاهم ان هم العاليه بتاعتهم كبيره شويه. عجبتني فكرة التقرير ده قوي، وبشكر طبعا كل القائمين عليه من الشباب المتطوع، لانه زي ما سمعنا كده من خلال التقرير وزي ما احنا عارفين بيكون في صعوبة في التواصل مع المدرسين وفي الاستيعاب في وسط الفصل، في وسط ازدحام الفصول بيكون في صعوبة، فان احنا ننشئ فصول غير القادرين اعتقد ان هي مهمة جدا، وبنتمنى ان هي تكون خلاص بشكل رسمي ويتم تعميمها كمان في محافظات او في مدارس كتيرة وفي محافظات مختلفة.